شاهد أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، لأن الخطايا لو كان لها رائحة لما جلس أحد إلى أحد، ولكن الله تعالى سترنا حينما كنا نخطئ، ونخطئ بيننا وبين أنفسنا. كثيرا ما يغري الإنسان، تغريه نفسه أو يغريه شيطانه أو هواه فيغلب عليه ذلك فيقع في المعصية، ولا أحد يراه، لا أحد يراه إلا الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة لما يقف أمامه يقول له: عبدي، تذكر ذنب كذا ذنب كذا ذنب كذا؟ قال: حتى يظن الرجل أنه قد هلك. أنت لما تأتي بأحد تقول له: أتذكر ما فعلت بي يوم كذا، وما فعلت بي يوم كذا، وما فعلت بي يوم كذا؟ كان المفروض أن تكون هناك هذه مقدمة تكون لها النتيجة، كما يقول المناطق لكل